عندنا في طرق الكلام في البلاغة، إما المساواة، وذلك أن يأتي اللفظ مساويا لما يراد من المعنى، وإما أن يكون إطنابا، وذلك أن يكون اللفظ زائدا على المعنى، وذلك لغرض تقوية الكلام أو ما شابه ذلك، وقد مر معنا بعض الأمثلة. وإما أن يكون إيجازا وهو الاختصار، الاختصار أو الإيجاز في اللغة على نوعين، إيجاز حذف أو إيجاز معنى. إيجاز المعنى هو أن تأتي الكلمة الواحدة وتدخل تحتها معان متعددة، وهذا ما يسمى بإيجاز المعنى. إيجاز الحذف هو أن تحذف بعض الكلمات من السياق لمفهومه أو لما ينقدح في مفهوم السامع. أخرج، إذن هذا مصطلح يراد منه البخاري ومسلم، هنا إيجاز الحذف، فبدل أن يقول أخرجه البخاري ومسلم يقول أخرجه،